مرحبا بكم، معكم بسام من OBF سودرا سمولند. هل تعلم أننا في OBF سودرا سمولند نهدف لجعل عالما آخر ممكنا، وذلك من خلال تقديم نشاط ثقافي متنوع وشامل لكل فئات المجتمع، ويكون مبني على ثلاث مبادئ أساسية وهي المساواة، التضامن والديمقراطية. نريد أن نهيئ الظروف للمشاركة وحرية الاختيار في التعليم والحياة الثقافية، وذلك من خلال تطوير ومساندة الجمعيات والمنظمات المتعاونة معنا للقيام بمهامها في المجتمع والحياة العملية. من خلال التعليم الشعبي والمجاني نريد تعزيز التغيير والمشاركة فيه وفقاً للقيم الأساسية للحركة العمالية. أليس ذلك جيداً؟ أهلاً بكم في OBF سودرا سمولند.